خلينا نقسم الاطفال لمراحل عمريه. اتفضل يا فندم. من اول 6 شهور بيبدا الطفل ان هو ياكل واحده واحده. يعني قبل ما نوصل لمرحله ان هو يشوف الحاجات اللي بتتشري من بره ويطلع يجري ولا ما فيش زيها في البيت، دي مرحله بعد سنتين يعني على ما اعتقد. ده حقيقي. لكن حقيقي. من 6 شهور لسنتين. تمام. ايه طبيعه الوجبات اللي الام لازم تكون حريصه على انها تقدمها لاولادها؟ من 6 شهور لسنه بتكون الوجبات خفيفه، زي مثلا بطاطس مسلوقه، جزر مسلوق، الخضار المسلوق، وتحاول ممكن تحط عليه، تسلق الرز وتحط عليه ميه الرز، ده بيكون مفيد جدا. ممكن تحط عليه معلقه طحينه، بيكون جذاب للطفل. الزبادي بنحاول في السن اللي هو من 6 شهور لسنه ولا نضيف ملح ولا نضيف عسل ولا نضيف سكر، عشان الطفل ما يتعودش على مذاق دون مذاق اخر. كمان ممكن نستخدم كبده الفراخ. كبده الفراخ من الحاجات اللي غنيه بالحديد، كويسه جدا، لان عدد مرات الرضاعه بيبتدي يقل، فالحديد اللي كان بيجي للطفل من خلال لبن الام ما بقتش نسبته زي ساعه الولاده، فنبتدي نضيف الكبده، نعمل عصاير طبيعيه، عصير برتقان ونقدر نضيفه له، الاعشاب زي اليانسون والشمر والكمون، الحاجات دي المشروبات دي بتكون صحيه وبتعالج الاضطرابات الهضميه اللي ممكن تحدث. ممكن الفراخ ابتدي اسويها كويس جدا وابتدي يعني اضربها في الكبه بشكل كويس جدا، واقدر اقدمها للاولاد في اعملها مع الوجبات. كمان عندي اقدر كمان اقدم للاولاد الخضار المسلوق، ده بيكون صحي، اقدر اعصر عليه ليمون، بحيث ان اللي يكون طعم الخضار طعمه مقبول وفي نفس الوقت قيمته الغذائيه تكون عاليه. من الحاجات اللي اقدر اقدمها لاولادي الفاكهه. الفاكهه عندنا الموز، عندنا التفاح، عندنا عصير البرتقال زي ما ذكرت، بتكون من الفواكه الصحية والخضروات الصحية، بتكون مفيدة جدا لأولادنا في السن ده. لما الطفل بقى بيكمل سنة بنبتدي ندخله تدريجيا أكل البيت، اللي هو ممكن الخضار المطهي، لانه مر ب6 شهور من التعذيب في الاكل اللي من غير ملح ولا سكر ولا حاجه كده. بنبتدي ندخل تدريجيا الاكل اللي الطفل بيحبه، اكل البيت اللي يقدر الطفل يتناوله. ما ببتديش بالرز لان الرز ممكن يشرق الطفل، ممكن ابتدي بكميات مثلا من المكرونه قليله، اقدر ابتدي الخضار المطهي، ممكن لما الطفل يكبر شويه مع الرز ابتدي بالكبده، ابتدي بالحاجات دي كويس جدا. البيض من الاغذيه الجميله جدا اللي ممكن ندخلها لاولادنا في الشهور الاولى من السنه الثانيه. الفول عندي الفول بالنسبه للفول، الفول عندي بس شويه محاذير اثناء تناوله، خصوصا للاطفال، لا الاطفال الصغيرين الذكور، لانه ممكن يكون حامل لجين انيميا الفول. فيبتدي تظهر المشكله من تناول البقوليات، فدايما بنقول للذكور ان للاولياء الامور اللي عندهم ذكور ان تناول البقوليات بيكون بلاش في السنتين الاوليين، السنتين اللي في اول عمر الطفل، يا ريت ندخله بعد كده. ده بينطبق على الفول وعلى العدس، الحمص والعدس والبقوليات، لان خصوصا لو العيله فيها حد بيعاني من انيميا الفول.